أسرتنا أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي، والبداية بالعناوين. تنظيم سيمينار تنويري في أفعابد. مركز التدريب المهني للشباب بغردة يسهم في بناء الشباب. توزيع أراضي الملكية الخاصة في منطقة حرف بمديرية عبدالغيح. هجوم على القوات الدولية في مالي. قتلى وجرحى بالعشرات في هجوم على الجيش الأفغاني. زار يضرب تشيلي ومقتل اثنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد مدير مديرية أفعابد السيد أحمد محمد نور رجب سيمينارا لممثلي سكان وموظفي الدولة حول الأوضاع الراهنة في البلاد. وقدم السيد أحمد توضيحا مفصلا حول التطورات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها المنطقة، موضحا بأنه إلى جانب الثمن الباهظ الذي دفع لنيل الحرية وحماية السيادة والوحدة الوطنية التي تعتبر أساس الوجود، فإن ترسيخ ذلك وتنفيذ البرامج التنموية من المهام الآنية التي تتطلبها المرحلة. وقال السيد أحمد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة التقييم للإعمار الوطني والتطور، داعيا إلى منح اهتمام أكبر لترسيخ قيم المجتمع والشباب لتعزيز تأطيرهم والعمل بتنسيق أنشطتهم. من جانبهم أكد المشاركون جاهزيتهم لتنفيذ برامج الإعمار الوطني بفعالية، مقدمين آراء بناءة من ضمنها تعزيز النظافة البيئية الأهلية والعمل المنسق لتقوية مشاركة الطلاب في الحقل التعليمي وتسريع الخطة الإسكانية لمدينة أفعابد. في إطار الجهود الحثيثة الجارية لبناء الشباب بالمعرفة المهنية، ظل يسهم مركز التدريب المهني بمدينة غردد في بناء قدرات الشباب الذين قاطعوا الحقل التعليمي بمختلف الأسباب. وقال مسؤول المركز الأستاذ عثمان عبدو أن الهدف من البرنامج هو اعتماد الشباب على ذاتهم وضمان مستقبلهم، وتضم الدفعة الثالثة الجارية في الوقت الحالي 150 شاب. وأشار الأستاذ عثمان إلى الدورات الممتدة لفترة 8 أشهر تشتمل على مهن متعددة، منها تنمية الري والسمكرة والإلكترونيات والكهرباء والأعمال الفخارية والنسيج والأعمال العمارية، كما تقدم إلى جانب المعرفة المهنية تدريس اللغة الإنجليزية وإدارة المحاسبة والحاسوب. وذكر بأن المركز قدم التدريب المهني منذ افتتاحه في العام 2017 في دفعتين ل 194 دارسا، ويقدم لهم مبلغ مالي بقيمة 600 نقفة شهرية، مناشدا الدارسين للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لهم. من جانبها قالت المدربة نجاة صالح التي تلقت تدريب مهني حول الأعمال الفخاريات أنها استطاعت العمل في المركز بفضل الفرصة التي أتيحت لها، داعية المرأة الشابة لاختيار المجال المناسب لهن والاعتماد على ذاتهن. وذكر أحد الشباب المتخرجين بصيانة الإلكترونيات والكهرباء أنه افتتح مؤسسة خاصة به، وبفضل تلك الفرصة استطاع الاعتماد على ذاته ورعاية أسرته. ويقدم مركز غردت للتدريب المهني الذي افتتح في العام 2017 برعاية وزارة التعليم، يقدم الخدمات للشباب الذين قاطعوا مائدة التعليم بمختلف الأسباب، وتتراوح أعمارهم بين 16 وحتى 35 عاما. وزعت أراضي الملكية الخاصة ل 75 من أبناء مناطق كونت إدفي وإنتو وماي تسعدة وحرت بضاحية حرت بمديرية عبدالقيح بالإقليم الجنوبي. وأوضح الشاب كسة السلطان من فرع الأراضي والمياه والبيئة في مديرية عبدالقيح في مراسم التوزيع التي جرت في 17 من يناير الجاري، بأن الحاصلين على تلك الأراضي أكملوا مسبقا الواجبات المطلوبة. وأضاف الشاب كسته بأن الأراضي الموزعة يتم توزيعها مسبقا في حال لم يتم بناؤها خلال 3 سنوات. من جانبه قال مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد رزان في السهية أن الأراضي، وبما أنها ملك للحكومة وليست ملك للأشخاص، لذلك يجب على الحاصلين على تلك الأراضي الاستفادة الجيدة منها مستفيدين من حقوقهم. وهذا وتبعد ضحية حرت 11 كيلومتر من الجهة الغربية لمدينة عبدالقيح.
تساهم المحاكم الأهلية في مديرية عبد القيح بفعالية في حل القضايا عبر الصلح. وأوضح السكان أن النظر في القضايا يبدأ من المحكمة الأهلية، وتعمل هذه المحاكم لحلها بالصلح قبل استفحال المشكلة. وذكر قضاة المحاكم الأهلية أن أغلب القضايا التي رفعت عام 2018 قد حلت بالصلح، وأسهم ذلك في إرساء السلام والوئام في داخل المجتمع. تبذل جهودا حثيثة في ضاحية قزقزة بمديرية حمل المالو في إقليم عنسبة لتوسيع الخدمات الاجتماعية. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد إدريس أحمد عن ازدياد أعداد السكان خلال 25 عاما الماضية، لذلك ظلت تعمل الإدارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لضمان خدمات تتماشى مع الكثافة السكانية. وأشار السيد محمد إدريس إلى أن المدارس والمؤسسات الصحية وخدمات المياه والعديد من المؤسسات الخاصة تقدم خدمات الملموسة في الضاحية، حيث يوجد 1200 طالب وطالبة في الفترة الحالية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة، وسط مشاركة جيدة من كلا الجنسين. وعبر عن عمله في تنفيذ عملية التخطيط للضاحية في وقت قريب، مشيرا إلى اللقاءات المستمرة لتوسيع عيادة الضاحية وتطويرها مع الجهات المعنية. وذكر السيد محمد إدريس بأن خدمات المواصلات والاتصالات من أهم المشاكل التي تواجه الضاحية، وأن المشاركة الشعبية تبرز أهميتها يوما بعد يوم، لذلك سيجري العمل للدفع بها قدما. وتبعد الضاحية قزقز التي يقطنها أكثر من 7000 نسمة تبعد 30 كيلومتر إلى الشمال عن مدينة كرن. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال مصدر من قوة الأمم المتحدة في مالي أن ما لا يقل عن 8 من جنود حفظ السلام التشاديين قتلوا في هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرقي مالي. وأعلنت جماعة تتبع لتنظيم القاعدة في مالي في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الجماعة المتشددة أن الهجوم جاء ردا على استئناف الرئيس التشادي إدريس ديبي العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وكان اتفاق السلام الذي وقعته في عام 2015 حكومة باماكو والجماعات المسلحة يهدف إلى إعادة السلام إلى مالي في أعقاب سيطرة الإسلاميين لفترة وجيزة على الشمال. أدى هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان إلى مقتل 65 شخصا غالبيتهم من قوات الجيش الأفغاني بحسب ما ذكر مسؤول أمني. وقال المصدر الأفغاني أن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوما على قاعدة عسكرية تستخدم أيضا كمركز تدريب للشرطة في ولاية ميدان وردك شمالية أفغانستان، مما أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي قال زبيح الله مجاهد المتحدث باسمها أنه أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وعلى الرغم من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة، صعدت طالبان الهجمات في أقاليم استراتيجية في الشهور القليلة الماضية في إطار معركتها لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب. ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب ساحل الشمال الأوسط في تشيلي. وقالت السلطات أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200,000 شخص، وأن شخصين توفيا بسبب نوبات قلبية. وقالت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد نحو 16 كيلومتر جنوب غربي كوكيمبو، وتسبب الزلزال الذي كان على عمق 53 كيلومتر في اهتزاز المنازل ووقوع انهيارات أرضية في المنطقة الجبلية، ودفع السلطات في البداية إلى إجلاء السكان من المناطق الساحلية خوفا من حدوث أمواج مدعاتية تونامي. لكن مركز التحذير من أمواج المد العاتية بالمحيط الهادي أكد عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي. وختاما في هذه النشرة، هتف هواة متابعة حركة النجوم والأفلاك في حماس لرصد خسوف كلي للقمر الذي قرغ في لون يميل للأحمر فيما يعرف بظاهرة القمر الذئب الدموي العملاق. واستمر الخسوف الكامل ساعة واحدة، وكان
أفضل مناطق الرؤية في الأمريكيتين والشمالية والجنوبية، بينما كان بمقدار 2.8 مليار شخص متابعته في نصف الكرة الغربية وأوروبا وغرب أفريقيا وأقصى شمال روسيا. ولم يختفي القمر تماما خلال الخسوف الكلي، لكن في ذروته قرق سطح القمر بالكامل في وهج برتغالي يميل للحمراء أكسبه اسم القمر الدموي. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.